السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلث لايف. كعادتنا من خلال هذا البرنامج عندنا بالفقرة الأولى نسولف وياكم ونتكلم وياكم عن المواضيع اللي تهمكم في حياتكم اليومية، عن المواضيع اللي تهمكم في حياتكم الرياضية، عن المواضيع اللي تهمكم في بناء حياة صحية. وأيضا عندنا بالفقرة الثانية نعطيكم بعض التمارين اللي ممكن تستفيدون منها واللي تقدرون تمارسونها بأي وقت يناسبكم سواء بالنادي أو بالبيت. اليوم راح نتكلم عن واحد من أهم الشغلات اللي لازم الكل يكون عارفها، واللي هي إيش كثر أنا أحتاج وقت للتمرين، وهل الموضوع هذا نسبي من إنسان لثاني أو هل هذا الموضوع لازم ينطبق على الكل. عدد ساعات التمرين شنو اختلافها بين كل شخص والثاني؟ ليش الإنسان المحترف يحتاج إلى عدد ساعات جداً أطول للتمرين عن الإنسان اللي بس يبي يمارس الرياضة، عن الإنسان اللي بس يبي يبني عضل، عن الإنسان اللي كل همه أنه هو يعيش حياة صحية ويبتعد عن الأمراض ويكون بصحته وعافيته؟ طبعاً هذه الأمور كلها تختلف من شخص إلى آخر، تختلف من المستوى اللي أنت واصله كإنسان رياضي، تختلف من الهدف اللي أنت تبي، تختلف من طريقة معيشتك. هل الحياة الطريقة اللي أنت عايش فيها تناسب التمرين اللي أنت قاعد تسويه، والعكس هل التمرين اللي أنت قاعد تسويه مناسب للحياة اللي أنت قاعد تعيشها أو لا؟ زين، خلينا نتكلم عن واحدة من الشغلات المهمة اللي هي موضوع توزيع الطاقة من خلال التمرين والوقت اللي أنت قاعد تمر فيه مع أسلوب حياتك. في وايد ناس بالنسبة لهم التمرين مستحيل يكون بالفترة الصباحية، في وايد ناس بالنسبة لهم التمرين مستحيل يكون بالفترة المسائية. هذا كله يختلف من شخص لثاني. بالنسبة حق الناس اللي تبي يكون وقت تمرينها جدا بسيط لأنهم مشغولين طول اليوم، بالنسبة حق الناس اللي تبي يوفرون مجهودهم وطاقتهم حق باقي اليوم، هذا الموضوع كله يختلف من شخص لثاني. الحين إذا بنتكلم عن الناس اللي خلينا نقول قاعد يتمرنون بس عشان يعيشون أو طريقة تمرينهم بس عشان يبنون حياة صحية، عشان يبتعدون عن الأمراض، عشان يكونون بصحتهم بعافيتهم، عشان خلينا نقول يقللون من مستوى الضغط، من مستوى السكر بالدم، مستوى التوتر، الأمور هذه كلها. والهدف من التمرين هني إن أنا أغير نفسيتي، إن أنا أطلع من التوتر، إن أنا أعدل صحتي. أنا هني هالإنسان ما أحتاج منه أكثر من ساعة داخل النادي، وهالساعة تتضمن خلينا نقول جزئية التسخين وجزئية الاسترتشات أو عمليات الاستطالة، وهم التمرين في داخل هذه الساعة بالكامل. عشان كذي شخص مثل هذا لازم أو طريقة تمرينه لازم ما تكون مقتصرة على خلينا نقول نوع واحد من التمرين، خلينا نقول يعني مثلاً بس نوع واحد اللي هو تمرين المقاومة أو بس نوع واحد اللي هو تمرين الكارديو. لازم أنا أشمل الموضوع هذا كله من خلال هذه الساعة، بحيث أن أنا أستفيد من كل الجوانب اللي أنا أقدر أن أنا أستفيد منها داخل النادي. يعني لازم أنا أقوي عضلتي، بنفس الوقت لازم أنا أقوي الجهاز العصبي، بنفس الوقت لازم أنا أقوي الجهاز القلبي، والأمور هذه كلها وأخليها بجدول واحد بساعة واحدة. عشان كذي آلية وطريقة التمرين لازم ما تكون نقول عدد جولات كبيرة حق عضلات مفصلة، بعدين ندش حق عضلة صغيرة، بعدين ندش حق موضوع الكارديو، لأن هذا كله ما راح يندرج تحت مظلة الساعة الواحدة. زين، شنو الطريقة اللي لازم أسويها حق الشخص اللي هذا أسلوب حياته؟ لازم إن أنا أدخله في أسلوب اللي هو خلينا نقول التمارين السيركل، اللي من خلال اليوم الواحد أنا قاعد أشتغل، أو من خلال التمرين الواحد أنا قاعد أشتغل على جولات معينة واحدة، ومن خلال هذه الجولات أنا قاعد أشتغل على أكثر من تمرين يستهدف العضلات اللي أنا أبي أشغلها بنفس الوقت. طبعاً اللي راح يفرق هني إن أنا عدد أوقات الراحة راح يكون وايد أقل، ما أحتاج إن أنا أدخل أوزان وايد كبيرة لأن ما أبي يكون التمرين بالنسبة له شدته وايد عالية، لأنه هو يحتاج الطاقة حق باقي يومه عشان يمارس شغله دوامه، عشان يقلل من الاسترس، ما نبي نزيد عليه، عشان يكون نشيط طول اليوم، ما نبي يصير العكس، ما أبي يطلع من النادي وهو خلينا نقول ما في طاقة، هو خلص مجهوده كله داخل النادي، هو ما عنده طاقة استيعابية عشان يكمل باقي اليوم ويكون بفل تركيز. عشان كذي الأوزان تكون بسيطة، التكرارات تكون شوية عالية عشان نقلل من مستوى الراحة بين الجولات وبين التمارين، نفس الوقت عشان نقدر نرفع من مستوى الكارديو والكونديشنينج أو حالته
خلينا نقول من ناحيه رفع مستوى اللياقه، كل هذا يندرج تحت هذا الوقت. خلال ساعه واحده انا اكون خالص تمريني وامشي. بالنسبه حق الانسان الرياضي هذا كلش مختلف ولازم ما نمشي عليه نهائيا، لان هذا راح يطيح من مستوى الرياضي، لان هذا راح يقلل من ادائه، لان هذا ما راح يوصله حق اي خطوه لقدام، لان هذا مو الاسلوب اللي هو يقدر يمشي عليه ولا راح يقدر يتطور اذا هو ماشي على اليه هذا التمرين. الاختلاف هني ان الانسان الرياضي لازم يقسم تمرينه، لازم يشتغل على الاهداف اللي هو حاطها، لازم هو يصلح من الويكنس او من خلينا نقول نقاط الضعف، لازم يتقسم التمرين بحيث انه هو وقت المقاومه يكون بشدته جدا عاليه، وقت الكونديشنينج او وقت رفع اللياقه يكون شدته جدا عاليه. فهني يفرق وياي، ممكن ناخذ 4 ساعات باليوم، ساعتين بساعتين، ساعتين بساعه، على حسب اليه التمرين. لكن موضوع الطاقه بالنسبه له احنا قاعد نوزعها على التمرين عشان نعطيه 100%، فوقت مجهوده طول اليوم لازم هو يكون مرتاح فيه. عشان كذي نظام الساعة الواحدة ما ينطبق عليه، وعشان كذي نظام ان انا اوزع طاقته حق كل اليوم هم ما ينطبق عليه. عشان كذي لازم نعرف احنا شنو آلية الفرق بين كل شخص والثاني على حسب اسلوب حياته، احنا نعطيه التمرين اللي هو المفروض يكون مناسب له، او على حسب اسلوب حياتك لازم انت تختار التمرين اللي يكون مناسب لك. لا تدش تمرين شدته جدا عالية وانت عندك وايد امور لازم تسويها باليوم ويكون ما عندك طاقه تركز على هذه الامور طول اليوم اذا كان هذا وضعك او هذا اسلوب حياتك. دائما اختار طريقه التمرين اللي تناسب اسلوب حياتك، والهدف منها ان انا استمر في تاديه تمريني بشكل يومي، وايضا استمر في تاديه اشغالي برا النادي واديها بافضل طريقه ممكنه. فقرتنا الرياضية اليوم راح تكون مخصصة حق شرح تمرين دامبل الكلين، راح نسويه على طريقتين، اللي هي الطريقة الأولى اللي تكون من مستوى الهانج أو المستوى اللي يكون الدامبل معلق فيها على نص مستوى جسمي، الطريقة الثانية اللي هي تكون من الأرض واللي من خلالها راح أسوي الموشن أو الحركة بشكل كامل. طبعاً اللي يفرق بين الطريقتين أن الطريقة الأولى راح تكون وايد أسهل، وحجم أو كمية العضلات اللي تدش بالتمرين أقل من الحركة الثانية تكون شوي أصعب، وكمية العضلات اللي تدش بالتمرين تكون أكبر. بالنسبة حق العضلات اللي عادة تدش بالتمرين هذا تكون عضلات الذراع، عضلات الظهر وعضلات الظهر السفلية، وأيضا إذا سوينا الحركة بشكل كامل عضلات الريول تدش بالتمرين. ليش هذا التمرين مهم؟ لأنه هو يشغل لي هذا الكم من العضلات، لأنه هو يزيد من قوة الانفجارية عندي بجسمي، لأنه هو أقدر من خلاله أزيد من شدة التمرين، وأقدر ألعب على أكثر من تكنيك، حتى بمستوى دقات القلب أقدر أزيدها من خلال تأديتي إلى هذا التمرين. الحين بالنسبة حق الموفمنت أو حق شرح الحركة اللي أنا راح أسويها، اللي لازم أركز عليه اللي هي وضعية الهانج أو وضعية اللي يكون الوزن فيها مرتفع عن الأرض ومعلق أو هنقول مسنود على ايدي، وطول الوقت انا قاعد ارفعه من مستوى جسمي لمستوى الكتف. الحركه تبلش من الحوض وتنتهي عند مستوى كتفي فقط، بدون لا انا صاعد او لازم اركز انه يكون فوق مستوى الكتف. البدايه دائما حركه حوضي هي اللي ترفع الوزن بالبدايه. الشيء الثاني اركز عليه ان ايدي دائما تكون مفروده، ما تكون مثنيه بالشكل هذا، عشان اتاكد ان حوضي هو اللي قاعد يرفع، ومن يرفع الحوض انا اتم اسحب بايدي لفوق لين اثبت بالطريقه هذه، وهني تنتهي عندي الحركه. مره ثانيه ادز بالحوض اسحب لفوق لين اثبت بشكل كامل، وارفع جسمي كله افرده للاخر. طبعا اقدر انا اسوي الموفمنت هذه او الحركه هذه بدامبلين، ايدي اليمين وايدي اليسار،
او اقدر ان انا بس ادخلها سنجل ارم او ايد واحده. اللي اركز عليه دائما ان كوعي دائما يكون موجود لقدام، ما يكون بالطريقه هذه. ولما انزل دائما افرد ايدي للكامل قبل لا اسحب فوق مره ثانيه. الحين لو انا بسوي الموشن او الحركه كامله من الارض نفس الموضوع، لكن راح استخدم وادخل عضلات ريلي بشكل اكبر. راح انزل قريب من وضعيه الديد ليفت، احط الدامبل دائما لازق عند الدامبل بين ريولي، اسحب واثبت لفوق بالشكل هذا. في وضعية الدامبل كلين، لأن أنا قاعد أنزل بشكل وايد كبير، الشغلات الأساسية اللي لازم أركز عليها لما أنزل بشكل كامل إن صدري ما يدش لداخل وظهري ما يتبطل لبرا وأنا نازل. لازم أركز إن ظهري وصدري يكونوا المفرودين. أنزل بشكل تقريبا الديد ليفت، أسحب لفوق وأثبت الوزن ويكون كوعي دائما لقدام أو اتجاهه لقدام. إذا أنت تبي تجرب التمرين حاول انك دائما تسوي اول شيء باوزان خفيفه لين تتعلم تكنيك مال التمرين، بعدها تزيد الوزن وتشوف شلون لما تدخل التمرين هذا داخل تمرينك شلون ممكن خلينا نقول تزيد من شده التمرين بس من خلال تاديه التمرين دامبل كلين. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى انكم استفدتوا من التمرين ومن موضوعنا اليوم. اكيد راح نشوفكم بحلقات جديده. مع السلامه.